ده البروجرامنج بورت. فاكرين لما قلنا ان في كيبل او تيرمينال بيركب على البي ال سي؟ هو بيركب في المكان دوت. هنا في البي ال سي فين؟ في الكمبيوتر. حسب بقى الكمبيوتر، لو في يو اس بي يبقى يو اس بي، سيريال يبقى سيريال. اوكي، معلومه يعني الكابل في سيمنز بياخد اسمين، يا اما كابل اسمه بي بي اي، يا اما كابل اسمه ام بي اي. الكابل اللي اسمه بي بي اي معناها بوينت تو بوينت انترفيس. بوينت يعني نقطه، تو بوينت يعني من نقطه لنقطه، انترفيس يعني بيربط ما بين نقطتين. في كابلات تانية في سيمنز بيسميها ام بي اي، مالتي بوينت انترفيس، يعني متعدد كذا نقطه يقدر يربط ما بينهم. يعني في الاس 7200 اللي هو الموديلات الاولانيه في سيمنز كلها بي بي اي، يعني اخره الكمبيوتر والبي ال سي مع بعض، او الشاشه والبي ال سي مع بعض، او بي ال سي وبي ال سي مع بعض. لكن بي ال سي والكمبيوترين، بي ال سي والشاشه والكمبيوتر ما ينفعش. تمام؟ في الام بي اي مالتي بوينت يعني كذا نقطه، اقدر اربط البي ال سي مع بي ال سي مع بي ال سي مع شاشه مع كمبيوتر مع كمبيوتر تاني متعدد. ده الفرق ما بينهم، ده كابلات الام بي اي وده كابلات البي بي اي. عشان كده هتلاقي كابلات الام بي اي اسرع دايما من البي بي اي. البي بي اي قلنا اخرها 19.2، الام بي اي لغايه بتبدا من 187.5. اوكي، بعد كده في سرعات ثانيه. يعني في الواقع انا ممكن اكون عندي شاشات موصله عايز انقل داتا بسرعه، او ما بين بي ال سي وبي ال سي، اكيد مش هربط بكابل زي دوت سرعته مش عاليه. بعد كده بقى في كابلات اسمها بروفي باس وايثرنت بتوصل لمليون ونص مره في الثانيه داتا. اوكي، 1.5 ميجا. طيب ايه هو الانبوت وايه هو الاوتبوت بالنسبه للبي ال سي؟ يعني البي ال سي يفهم الانبوت على اساس انه ايه والاوتبوت على اساس انه ايه؟ البي ال سي احنا قلنا ما بيفهمش، فبالنسبه له اي حاجه تبعت كهرباء هي ايه؟ انبوت. بقى طلع جايه له من بوش بوتون، طلع جايه له من ليميت سويتش، من بروكسيميتي سنسور، من ترانسديوسر، انا ضحكت عليه وجبت سلكه ولمست عليها كهرباء، كله بالنسبه له يعتبر ايه؟ انبوت. المفتاح مقفول بس معلوش كهرباء يعتبر ايه؟ انبوت ايه؟ مفتوح. نسيت اوصل المفتاح من اساسه، يعتبر كانه متوصل بس ايه؟ هو مش هيقول لك خد بالك ده توصل بس باظ. انا فاكر في مشكله كانت موجوده في مصنع ان مقفوله المفاتيح، مقفوله وقافلينها بس البي ال سي مش قاري، ويعمل بازر على تيست على المفاتيح بتدي اشاره. ايوه بس ما عليهاش كهرباء، بتدي اشاره بازرنج، يعني بتدي اشاره ان هي مقفوله بس ما عليهاش كهرباء. في كومن واقع، فهنعرف ان في حاجه اسمها كومن في البي ال سي. الكومن مفصول ففرق الجهد زيرو، فكانه مش متوصل. اوكي، يغير الموديول، يغير المفاتيح، مفيش كهرباء اساسا. فالسنسور مثلا اي ايا كان نوع السنسور، السويتش او البوش بوتون، البروكسيميتي سنسور، ليميت سويتش، بريشر سويتش، سواء كان كله ديجيتال او انالوج ما تفرقش، كلهم في الاخر يعتبروا انبوت على البي ال سي، سواء بقى كان انبوت ديجيتال او انبوت انالوج. الفرق ما بين السنسور، هي معلومه كده وهنرجع تاني نكمل تاني. الفرق ما بين السنسور والترانسديوسر ايه؟ حد عنده خلفيه عن النقطه دي؟ السنسور والترانسديوسر. ها؟ تمام. طب خلينا نوضحها اكتر. السنسور والترانسديوسر عيله واحده، الاثنين من عيله السنسور، هم عيله واحده. بس السنسور اخره يوم ما اعدي قدامه يقول لي انت عديت او ما عدتش، يوم اعمل ايدي كده يقول لي اه موجوده او مش موجوده، انور اللمبه يقول لي في نور او ما فيش نور، في نور، في حاجه مثلا في حيطه او ما فيش حيطه. يعني اخره ايه؟ واحد وزيرو، اللي هو يعتبر ايه؟ ديجيتال. من الاخر الترانسديوسر هو نفس الفكره، موجود ومش موجود بس بيكلمني بقيم متغيره. يعني ايه؟ يعني لما اجي اكلمه على الحيطه يقول لي هي بتبعد قد ايه؟ 2 متر و40 سم. قربت شويه يقول لي لا بعدت 2 متر و30 سم. انا وزن قد ايه؟ لو اتهزيتها يقول لي مثلا 60 70 80، بيدي قيم متغيره. اوكي؟ لو بقيس درجه اضاءه، شده اضاءه، يقول لي شده اضاءه مثلا 4 لوكس او 5 لوكس او 100 لوكس، يقول لي شده اضاءه قد ايه؟ لو بتكلم على درجه الوان يقول لي اللون ده فاتح او غامق. ده الفرق ما بينهم. يعني الترانسديوسر بيبعت قيم ايه؟ انالوج متغيره. عشان كده لو هركب مثلا حاجه تقيس زاويه فتح الباب لازم تكون ايه؟ ترانسديوسر انالوج. لو وزن جوه الاسانسير انالوج ترانسديوسر. بس في بقى ترانسديوسر بقى بريشر، ضغط، تمبريتشر، درجه حراره، ويت، وزن، كي سبيد، للسرعه، وهكذا. تمام؟ بالظبط. لو هقيس سرعه موتور مثلا عشان اخد فيدباك منه، لان لو بتكلم مثلا على موتور لازم يكون شغال بسرعه ثابته. حطيت منتج عليه لازم يعادل بسرعه عشان يمشي بنفس، يعني يحاول يزود التورك بتاعه عشان يمشي بنفس السرعه، شلت الحمل من عليه لازم يعمل ايه؟ يعوض عشان يرجع برده بنفس السرعه. ده لازم يكون فيه فيدباك انالوج برده 24 ساعه يديله معلومات عشان يقول له خد بالك الوزن انت بطأت، فيروح هو عامل ايه؟ يلعب في الفريكونسي او في الفولت عشان خاطر يعادل تاني السرعه. طبعا هو اللعبه كله بيكون في الفريكونسي كمعلومه.
البي ال سي تاني يعني فيدباك يعني ايه؟ يعني لحظه بس عشان نترجمها، انا هخليك انت تجاوب على نفسك بنفسك. فيدباك معناها ايه؟ معناها مثلا جيت اشغل الموتور ما اشتغلش، فيروح هو عارف انه ما اشتغلش، تفتكر هو يعرف؟ هو اخره يعمل ايه؟ يبعت اشاره، يبعت اشاره انه يشغل الموتور. الكونتاكتور بقى طلع محروق، سليم بس الريلي انترفيس بايظ، سليم بس في فازه واقعه، مفيش فازه واقعه بس في اوفرلود فاصل، هو ما يعرفش الا لو انت كنت واخد ايه؟ فيدباك. فيدباك يعني ايه؟ يعني مثلا في ممكن اخد نقطه من الكونتاكتور كانبوت على البي ال سي، اقول له في خلال 3 ثواني من تشغيل الموتور لو النقطه دي ما قفلتش معناه ان الكونتاكتور نفسه ما ايه؟ ما لقطش، يبقى معناه يبقى انت فاهم انه اشتغل بس هو ايه؟ ما اشتغلش، يروح هو مدي الارم او يشوف ترومبه بديله يشغلها. او في مثلا مفتاح شغال بقوه الطرد المركزيه، ده بيركب على الاكسل بتاع الموتور. لما الموتور ياخد سرعته يروح عامل ايه؟ يقفل مثلا. لو ما قفلش في خلال 4-5 ثواني من تشغيل الموتور معناه ان الموتور ما اشتغلش اساسا. فيروح مطلع مسج على الشاشه ان هو ما اشتغلش، لكن هو من نفسه يفهم لا، انت اللي عملت ده كله، الفكره في حضرتك، انت اللي جت في دماغك الفكره دي انك تعمل فيدباك. كي لكن هو ما يفهمش اي حاجه، وانت اللي عامل برنامج بيقول له لو النقطه دي ما قفلتش بتاعت الفيدباك يبقى في حاجه حصلت. لكن هو لوحده ما يفهمش الكلام ده. فاهم؟ الاوتبوت بقى في البي ال سي، فالف بقى، سولونويد، موتور، لامب، بامب، ايا كانت، جبت لعبه اطفال بشغلها ب 24 فولت ضد 24 فولت، هو ملوش دعوه. كي البي ال سي بيخرج اشاره، الاشاره طلعت مظبوطه، طلعت قليله مش هتشغل، طلعت كبيره هتحرق، هو عمل ايه؟ طلع الفولت اللي عنده. الموتور بقى اشتغل او ما اشتغلش الا لو كان في فيدباك بس ساعتها هيعرف، غير كده هو ملوش اي دعوه. اوكي؟ عشان كده من اكبر الغلطات اللي بتحصل ايه هي؟ لما يجي حد يصلح عطل في مصنع الى ان الموتور ما اشتغلش، يروح مغير الموتور او تلاقيه دايركت دخل على البي ال سي، ما يمكن العيب مش في البي ال سي خالص. صح؟ يمكن البي ال سي عمل كل اللي عليه، يعني اكبر يعني 99 بالظبط يعني اللي موجود في الكتب بس هي مش محفظات مش حاجات ستاندرد، بيقول لك ان 95% من اعطال البي ال سي بره البي ال سي مش جوه البي ال سي. سلكه مش ملمسه كويس، في كهرباء مش ما فيش كهرباء في الباور سبلاي، الكومن فصل، الريلي بتاع الاوفرلود فاصل، الريلي نفسه بتاع الانترفيس بايظ، الكونتاكتور مش ملمس، فازه واقعه، الموتور محروق، اغلبيه الاعطال بره البي ال سي اللي هي اعطال الكنترول اللي انتوا عندكم خلفيه عنها. اعطال البي ال سي 5%، لان انت بتتكلم في حاجات سوفت وير صعب جدا انها تحصل، بتحصل بعد سنين من تشغيل البي ال سي. اوكي؟ فاغلبيه الاعطال هي بره البي ال سي، اغلبيه المشاكل هي بره البي ال سي. فالبي ال سي بالنسبه له طلع فولت الحاجه اشتغلت او ما اشتغلتش غالبا بيكون العيب بره. دي مش معناه ان البي ال سي ممكن يعني مش هيعمل اعطال، البي ال سي ممكن يعمل اعطال، بس دايما لما يكون عندك عطله في مصنع دور عليه بره البي ال سي قبل ما تدور جوه البي ال سي. اوكي؟ وهنخلي البي ال سي بطريقه غير يعني طريقه غير مباشره نخليه يساعدنا. البي ال سي ما بيتكلمش بس نخليه يتكلم. يعني ايه؟ لو انت جيت تشغل مثلا عندك مشكله في المصنع، الموتور ما بيشتغلش، حاجه من الاثنين، العيب جوه البي ال سي ايه؟ يا بره البي ال سي. هنعرف ان احنا ممكن ندخل دايركت على الميموري ونقول له ايه؟ نقول له فرجني على حاله الميموري. فلو لقيته قال لك ان مخرج الاوتبوت معناه ان البي ال سي مخرج بالعيب فين؟ بره، خلاص ما فيهاش كلام، هو الراجل خرج كهرباء، قايل لك في الميموري ان هو مخرج كهرباء. لو لقيته قال لك زيرو معناه ان احتمالات العيب بيطلع فين؟ في البي ال سي، هو يعني الموتور ليه حق ما يشتغلش، ده الراجل كتر خيره لان ما فيش فولت خرج اساسا. صح؟ نفس الكلام، انت ممكن تكون قافل الانبوت بدل ما تقعد على دماغك وتروح تشوف عليه كهرباء ولا مفيش، جوه على الميموري قال لك واحد مع ان هو فعلا ايه؟ مقفول، انت قافله قال لك زيرو عن ان هو مقفول منظر بايظ، في حاجه مش صح. اوكي؟ هل ممكن يطلع بقى العيب في البي ال سي؟ يعني انا في عمري كله ما بنتش غير جهاز بي ال سي هو اللي بايظ. الاوتبوت محروق. اوكي؟ بتحصل يعني، بس برضه بسهوله تعرفها لانك انت هتعمل تيست على الموتور لوحده تلاقيه يشتغل. مع البي ال سي مش عايز يشتغل يبقى العيب في مين؟ البي ال سي. اوفر فيو بقى لجهاز البي ال سي كله على بعضه. عندنا الكمبيوتر اللي هو البروجرامنج ديفايس اللي ببرمج عن طريقه، بنقل البرنامج عن طريق كابل البرمجه اللي هو في حاله الاس 7200 بيكون بنسميه البي بي اي، في حاله الاس 7300 الام بي اي. نقلت البرنامج عن طريق الكوميونيكيشن بورت اللي هو المكان ده، يكون بقى موجود هنا موجود هنا حسب اجهزه البي ال سي، دي حاجه مش ستاندرد يعني. اوكي؟ نقلت البرنامج على الميموري، البرنامج بقى موجود على الميموري. وانس انه بقى موجود على الميموري والبي سي بي يو وصل لها كهرباء اللي هو مخ البي ال سي كده بقى ابتدى يقرا البرنامج، عمال يروح يبص على البرنامج نتورك نتورك. بس قبل ما يبص على البرنامج بيكون الاول شاف ايه؟ ها؟ ما هو ملهاش معنى ان هو يبص على البرنامج هو مش عارف الكونديشن اللي عنده ايه. فاول حاجه لازم يلقطها ايه؟ حاله الانبوت اللي هي البي اي اي. عشان كده اول حاجه هيعملها الانبوت بروسيسنج، يعني البروسيس ايمج اوف انبوت، يروح يلقط صوره للانبوت. عارف ان ده مقفول وده مفتوح، مفتوح مفتوح، مقفول مقفول مفتوح مثلا. يعد على اول جزء في البرنامج جوه الميموري يقول له على فكره
الصوره اللي معايا بتقول ان الاولاني مقفول والتاني مفتوح والتالت مفتوح وهكذا، ليك علاقه بكلام ده؟ تقول له لا، ولا واحد منهم له علاقه بالبرنامج بالجزء بتاعي. ينزل عن الغرفه اللي بعده يقول له اه انا عندي برنامج بتاعي بيقول لما يكون مفتوح انا اشتغل. تروح السي بي يو هي اللي عامله ايه؟ مديها له كهرباء، طلع كهرباء على 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 البروسيس ايمج اوف اوتبوت، على حاله الاوتبوت، تمام؟ التركه اللي بعده هي ما توقفش، لان ممكن يكون في جزء في البرنامج تاني له علاقه، ما هو حتى ان هو بس حاجه واحده اللي هتشتغل في البرنامج كله. يجي عند اللي بعده، اه لما يكون ده مقفول انا اشتغل، اه لما يكون ده مقفول من تاني مره في البرنامج اشتغل حسب البرنامج بيقول ايه، لما يكون مقفول بعد 5 ثواني اشتغل. فيروح يقرا البرنامج ويفهم البرنامج عايز ايه، يبتدي يشغل او يطفي او يسيبه شغال او يسيبه مطفي حسب شروط البرنامج، تمام؟ البرنامج على الكمبيوتر او على اللابتوب عشان انقله على البي ال سي بستخدم كيبل اللي هو البي بي اي اللي اتكلمنا عنه اللي هو ده. ده كيبل البي بي اي. ده اللي بيركب في البي ال سي مثلا. ده اللي بيركب في البي ال سي. الطرف الثاني اللي هو اليو اس بي بيركب في الكمبيوتر. لو الكمبيوتر فيه يو اس بي ما كانش فيه موديلات ثانيه اللي هي السيريال. ده كابل بتاع البرمجه. بيسموه كابل البرمجه. ممكن استخدمه لاستخدامات ثانيه غير البرمجه بس هو اتعمل للبرمجه. يعني في واحد هي برضه صعبه شويه يعني. انا الكمبيوتر دوت استخدمته عشان ارسم عليه البرنامج وابعته للبي ال سي او اسحب البرنامج على البي ال سي واطلعه ثاني على الكمبيوتر. تمام؟ في استخدامات ثانيه ليه ان انا اتفرج على الميموري على الكمبيوتر. يبقى الكابل موجود واقول له مثلا قول لي حاله الانبوت عندك على الميموري وحاله الاوتبوت عندك ايه. بس هو ما اتعملش عشان خاطر كده، لان في الواقع مش هتلاقي في المصنع جو حر او في معدات او واحد شايل حاجه ومعدي وتلاقيهم حاطين كمبيوتر. يعني الكمبيوتر مش هيستحمل كيسه وشاشه وكيبورد وماوس، فبيحلوا محل الكمبيوتر بشاشات. هنشوفها كمان شويه. في بس معلومه، لما اجي انقل البرنامج من الكمبيوتر للبي ال سي انواع الاعطال انا مش هشرحها بس هقول فكره عنها. انواع الاعطال اللي ممكن تحصل في البي ال سي 3 انواع. انواع الاعطال 3 انواع. نوع سهل جدا وكثير جدا، ولو عايزين يزودوه انا ما عنديش مانع لان هو هنعرف ان هو حاجه سهله جدا فمش فارقه حتى لو كان كتير يعني. فالنوع الاول من الاعطال اللي يثبت ان هو سهل جدا، الكمبيوتر نفسه اللي هو ملوش في اي حاجه بيعرف ان في عطل. طيب تاني انواع الغلطات، انواع الغلطات 3. النوع الاولاني كتير جدا وسهل جدا وانت نفسك مش يعني بعد بالظبط محاضرتين من الكورس ان شاء الله ما فيش حد فيكم هيغلط في النوع الاولاني لان خلاص اتعرفوه. النوع الاولاني ايه هو؟ الانبوت اسمه اي كذا، انت غلطت وجيت زرار اللي جنب الاي مثلا زرار اليو غلطت وكتبت يو غير تاخد بالك، يقول لك لا اسمه اي مش يو. اوكي. التايمر مثلا اخر تايمر في البي ال سي اسمه تايمر تي 255، حد فيكم غلط وكتب تي 355؟ يقول لا مفيش الاسم دوت. فانا قصدي بعد التعامل كتير مع البي ال سي هتلاقي خلاص يعني هي بالظبط المحاضره اللي بعد الجايه محدش فيكم هيغلط في الكلام ده تاني خلاص. فاهم؟ فده النوع الاولاني، لدرجه ان من كتر ما هو سهل الكمبيوتر اللي هو ما بيفهمش في اي حاجه هو عارف يجيبه. النوع الثاني من الايرور مش هينفع الكمبيوتر يشوفه، اللي هيشوفه مين؟ السي بي يو البي ال سي نفسه. اللي هو ايه النوع الثاني؟ مثلا احنا عندنا تايمر اسمه تي 32، بس نوع التايمر دوت تايمر اون ديلي، ما ينفعش يكون تايمر اوف ديلي. هو في البي ال سي سموه كده، قال لك التايمر التي 32 يعتبر اون ديلي ما يعتبرش اوف ديلي. مثلا لو انا جيت في البرنامج رسمت التي 32 مع التايمر الاوف ديلي، الكمبيوتر ككمبيوتر مش فاهم. الكمبيوتر ككمبيوتر مش فاهم يعني ايه؟ هو هيروح يعمل كده يقول لك اه تي 32 شكله ظريف، اه تايمر اوف ديلي خير وبركه موجود. هو قرا كلام ما فهمش البرنامج بيقول ايه. اللي هيفهم مين شويه؟ سي بي يو. فالسي بي يو انت بتبعته يقول لك لا ما ينفعش، جبتها منين دي؟ تي 32 مع تايمر اوف ديلي لا يمكن، يقول لك لا ما ينفعش. ففي انواع ايرورز سهله زي مثلا كتبت له كده اس 32 لا، الكمبيوتر يقول لك لا ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها اس 32. كتبته صح كاسم بس استخدمته غلط الكمبيوتر ما يفهمش، بس البي ال سي يعمل ايه؟ يفهم. الحمد لله انه عند دول البي ال سي بصراحه بيقوم بالواجب، يقول لك الغلطه في انهي نتورك، في انهي فرع، في انهي سطر جوه نفس الفرع، في انهي عمود جوه نفس السطر، يعملها بلون احمر، ولو مش عارف روح ادوس دبل كليك هتلاقيه وقف عليها وعمل لك عليها مربع، يعني قال لك الغلطه فين. ده بالعكس كمان في الاس 7 300 و400 في حاجه اسمها انالايز، يعني يحلل لك المشكله. يعني انا دلوقتي عرفت ان في مشكله بس برضه مش عارف احلها،
يقول لك لا، يقول لك طب ما تجرب كده تروح تبص على الكهرباء بتاعت الباور سبلاي يمكن تكون مش واصله. بلاش، هتلاقيه بيقول لك كده بيكلمك، طب ما تعمل تيست على المفتاح يمكن يكون بايظ، طب ما يمكن يكون كله سليم بس انت مديله امر فورس في البي ال سي ما يشتغلش. بيحكي معاك يعني، يقول لك في الاخر هتلاقي نفسك وصلت للمشكله فين. تمام، ده النوع الثاني من الايرور. انا مش بشرح الايرور، انا بقول فكره عنهم وهنطبقهم عملي بعدين. النوع الثالث من الايرور ده اوحشهم، يعني انا من رايي نصلي قبل ما نشتغل انه ما يحصلش، لان ده لو حصل هيبقى مشكله، ده معناه ان البي ال سي واقف، مصنع كله واقف. النوع الثالث للاسف الاولاني كان بيشوفه هو على الكمبيوتر، يعني لسه ما بعتناهوش اساسا. الثاني كان بيشوفه وانا ببعته، يعني لسه ما راحش كله اساسا. الثالث بيشوفه بعد بقى ما تكون بعته والمصنع اشتغل، ومش بعيد تكون خدت فلوسك ومشيت، والراجل يجرب بعد اسبوع شهر سنه يلاقي في حاجه حصلت في البي ال سي. ما حصلتش ساعتها، ممكن تحصل بعد اسبوع او شهر او سنه مثلا. يعني ايه؟ انا قلت للبي ال سي اجمع لي 100 زائد 300 وحطها لي على الميموري اللي هي دي. فاهم؟ قلت له حط 100 زائد 300 وارميها على الميموري دي. تعال. الميموري اللي انا حطيتها ميموري صغيره. انا اللي غلطت مش هو على فكره، لان الميموري دي انا عارف ان هي اخرها، دي معلومه بيني وبينكم مثلا، مثلا يعني اخرها مثلا 200. اخرها كده. ايه اللي حصل؟ هو البي ال سي كان عارف قبل ما يشتغل ان 100 زائد 300 ب 400؟ لا، ده انا عارف عشان انا حسبتها كده بسرعه وحضرتك عارف، لكن هو ما يعرفش. هو هيعرف امتى؟ بعد ما ياخد البرنامج وينقله ويعمل رن واجي اعمل ايه؟ اشغل الحته دي، الحته دي ممكن تشتغل بعد اسبوع او شهر او سنه. ممكن تكون الحته دي بتشتغل في الشتاء بس انا عامل برنامج، او بتشتغل مثلا لما يكون المنتج عليه ضغط، او بتشتغل لما يكون الخزان الاولاني باظ ومحتاجين خزان تاني مثلا. فدي اشتغلت بعدين. فما جه يجمع 100 زائد 300 لا 400، قال لك يا نهار ابيض ما ينفعش، ده كده في كارثه. انا الاول قلت لك انه صح، دلوقتي اكتشفت ان هو ايه؟ غلط. يروح عامل ايه في البي ال سي؟ موقف. يقول لك اوفر فلو ميموري، الميموري مش مكفيه. هو فكر ان الذنب ذنبه هو، لان هو في الاول اعترف ان البرنامج صح. دلوقتي بيعترض عليه بيقول لك مش نافع، فيروح عامل ايه؟ يروح واقف يقول لك انا كده شكلي مش هعرف اكمل معاك، فبعد اذنك تعالى ساعدني. دي معناها. ده النوع الثالث من الايرور. مش فارقه معايا. هو بس في نقطة، احنا قلنا صفحات برمجة بس ما قلناش برامج. هي هو برنامج واحد، البي ال سي ما يعرفش. يعني مثلا دلوقتي أنا عامل لمبة جوه الأسانسير، صح؟ مش اللمبة دي كان ممكن أعملها في الطرقة؟ هو ما يعرفش إن دي، يعني هو ما يعرفش ده برنامجين، هو بالنسبة له كله إيه؟ برنامج واحد، بس أنا قسمته صفح. تمام. تمام. البي ال سي وقف، يبقى كل حاجه ايه؟ وقفت. عشان كده لو انت خايف عندك، يعني مثلا حاجه زي كده ما ينفعش في مصنع مثلا بتاع اسمنت زي ما قلنا انه يقف، فساعتها مش هستخدم ال 200 في ابلكيشن زي ده، هستخدم ايه؟ 300 او 400. اوكي؟ لو ابلكيشن معينه خايف انها تقف، يعني معلش في مثلا اماكن يقول لك ايه المشكله لما اسانسير يقف بالناس؟ يعملوا بال 200 يستحملوا، واحد يموت المشكله يعني. في فنادق يقول لك لا ما ينفعش، يقول لك انا ادفع 20,000 جنيه في الاسانسير كجهاز بي ال سي، لكن الاسانسير ما يقفش في حد جوه. صح؟ فهي حسب الاستخدام، حسب بقى لو الراجل ده يفرق معاه حياه البني ادم ولا لا. الاولاني سهل جدا. تاني هقول لهم تاني بسرعه. لا انا ما فهمش كده تاني. مش كده خلاص. لا الاولاني سهل جدا، انا مش بشرحه، انا بقول فكره عشان هنتكلم عنهم بعدين. الاولاني سهل جدا لدرجه انك غلطت في الكتابه فالكمبيوتر يقول لك لا انت كده كده غلط. ده الاولاني، وده هتزهقوا منه وكلكم مش هتغلطوا فيه ان شاء الله بعد من المحاضره اللي بعد الجايه، لان خلاص كلكم هتغلطوا فيه في الاول، فخلاص تعرفوا غلطه فين. النوع الثاني انك كتبت حاجه صح بس مش ماشيه مع البرنامج، يعني ككتابه مكتوبه صح، مكتوب تي 32 صح، حطيتها مع تايمر اوف، تايمر صح، لكن ده مع ده ما يمشيش، فيقول لك لا غلط. الحاجه الثالثه انك انت راسم البرنامج شكله صح، شكله صح لدرجه ان البي ال سي نفسه ما فهمش انه غلط، وبعد ما جه شغله لقى ايه؟ صح، فقال لك لا ده كده غلط. هو غلط السي بي يو، بيسموه سيستم فولت، يعني غلطه في السيستم نفسه. اوكي، بس كصراحه يعني من الاخر الثلاثه سبب فيهم مين؟ انا مش البي ال سي. فاهم؟ بس ما تتخضوش، يعني النوع الثالث اللي هو اللي صعب دوت هم كلهم 16 ايرور بس. 16 ايرور فقليل جدا. النوع الاولاني فيه حوالي 3000 ايرور بس، مش مشكله ان هو بيقول لك على مكانه ويعمل لك بالاحمر ويقول لك الحل بتاعه ايه كمان. تمام؟
فيعني الايرور ما تاخدش قوي يعني. لو انا حبيت اوصل موديولز اضافيه في البي ال سي في حاجه اسمها الاكسبنشن كونكشن. الاكسبنشن كونكشن اللي هوصل موديول اضافي سواء كان موديول انبوت او موديول اوتبوت او موديول انبوت اوتبوت مع بعض. اوكي يبقى انا عند الكمبيوتر عن طريق الكابل بتاع البي بي اي لو كان الاس 7200 او الام بي اي لو كان الاس 7300 او النوع اللي اتكلمنا عنه اللي بيشتغل مع الثلاثه سواء كان اي كان نوع البي ال سي. بعت على نزل على الميموري ما فيهوش غلطه وصلت كهرباء الباور سبلاي فالسي بي يو وصل له كهرباء هيبدا يشغل البرنامج حسب الكونديشن اللي عندي. الكونديشن بتقول له شغل هيشغل اطفي اطفي سيبه زي ما هو هيسيبه زي ما هو. اي تعديل هيعمله يروح مخرجه على الاوتبوت على طول. تمام تاني عندي جهاز البرمجه البروجرامينج ديفايس اللي هو الكمبيوتر مثلا اللي هو حتى المعمل هنا الكمبيوتر عن طريق الكابل هتلاحظوا بص على كل الاجهزه اللي حواليك هتلاقي في كابل نازل منها رايح على ورا ركب في الكمبيوتر يعني عن طريق الكابل في الكوميونيكيشن بورت نقلت البرنامج على الميموري على الذاكره. تمام ايه الكوميونيكيشن ده اللي هو مكان التوصيل كوميونيكيشن بورت مكان التوصيل نزل على الذاكره. لو السي بي يو لو مخ البي ال سي وصل له كهرباء هيروح يقرا البرنامج بس قبل ما يقراه يكون عارف ايه حاله الانبوت ايه عارف حاله الدخل المفاتيح ايه يروح يبص على البرنامج. البرنامج ممكن يكون بيقول له ما تعملش حاجه او شغل او اطفي او سيبه زي ما هو او شغل تايمر وبعد 60 سنه هنشغل الحاجه دي حسب البرنامج بيقول ايه. اوكي فهم البرنامج بيقول ايه في حاجه تشتغل هيشغلها في حاجه تفصل هيفصلها في حاجه مش هيعمل فيها حاجه هيسيبها زي ما هي ايا كانت. اوكي لو انا اكتشفت ان عدد الانبوت اللي عندي او عدد الاوتبوت اللي عندي مش مكفيه في حاجه اسمها الاكسبنشن كونكشن ان انا اوصل انبوتس او اوتبوتس اضافيه ده بيكون حسب الابلكيشن. يعني مش شرط اروح اشتري جهاز 24 انبوت 16 اوتبوت رغم ان انا اكون محتاج 24 انبوت 16 اوتبوت انا ممكن اجيب ايه ال 14 انبوت 10 اوتبوت وازود له ايه موديول احسبها بس لان البي ال سي ثمنه مثلا 2800 جنيه اللي هو اللي هو ال 14 انبوت 10 اوتبوت الموديول الزياده مثلا ب 400 جنيه فانا اجيب موديول زياده احسن ما ادفع في جهاز بي ال سي هيديني نفس الانبوت والاوتبوت بس ثمنه مثلا 4000 جنيه فاهمني يبقى 2800 زائد 600 جنيه غير لما اجيب جهاز ب 4000 جنيه حسب الابلكيشن. الموديول دوت يزود لك انبوت واوتبوت زياده بس كلهم يبقوا تبع نفس ايه لان المركبه ومريسيها هتغرق فما ينفعش يكون اي موديول زياده بسي بي يو استحاله لا يمكن. الموديول دوت ملوش مخ المخ هو بس بتاع البي ال سي عباره عن انبوت واوتبوت بس مكان اربط فيه الانبوت مكان اخرج منه الاوت. طبعا اخر سبعه موديولز انا كان عنهم بالتفصيل لسه. اوكي انا بس قلتها عشان خاطر كانت موجوده في الشاشه لكن لسه انا كان عنها بالتفصيل. طيب الكنترول في البي ال سي ممكن اعمله عن طريق الكمبيوتر وعن طريق الشاشه. في الحقيقه الكمبيوتر اتعمل عشان ابرمج منه مش عشان خاطر اعمل كنترول منه. الهدف بتاعنا ان انا ابرمج منه. هنا كمعمل مش هشتري شاشه لان كده الكمبيوتر موجود وهنا يعني في تكييف وقاعدين مع بعضين فعادي مش هتزعل مني لما اقول لك احنا هنتفرج من الكمبيوتر. لكن في المصنع مش هينفع. في المصنع مش هينفع احط كمبيوتر في جو المصنع. الكمبيوتر اتعمل عشان يشتغل في التكييف اخره 8 ساعات وبعد كده من حقه يهنج. طبيعي بتاع اي كمبيوتر انتل ان من حقه 8 ساعات شغل بعد 8 ساعات طبيعي انه يهنج ما ينفعش تروح ترجعه في المصنع عشان خاطر بيهنج بعد 10 ساعات شغل ده طبيعي. اوكي اتعمل لك حاجه ثانيه مخصوصه بقى للشغل دوت اللي هو الشغل الثقيل صح بتاع المصنع مفيش تكييف مفيش مروحه حد هيخبطها وهو شغال. في شاشات معموله اسمها انتي اكسبلوجن يعني لو المصنع انفجر الشاشه ما جراش حاجه. هي اتعملت لكده ده استخدامها. هو ما اعرفش هو خلاص لو مصنع انفجر زعلانين عن ايه تاني بس في شات معموله ان هي ما تنفجرش لو مصنع انفجر تتحط في مصانع ادويه بس ده متعودين على الانفجارات هناك. جايبين ايه؟ تمام مش هي معلومه بس الكمبيوترات اللي بنجيبها في البيت نوعها انتل. الكمبيوترات اللي بتروح يعني في البنوك ما ينفعش الكمبيوتر يطفي يعني ب 10 سنين شغال الكمبيوتر ما يطفيش دي حاجات غير الانتل تصنع مخصوص حاجات مخصوص غير الانتل. لكن ما ينفعش الكمبيوتر ده اروح احطه في مصنع ما ينفعش. طبيعي جدا ان انا افصله كل يوم ورايح. في كمبيوترات البنوك والاشغال مهمه ومصانع مهمه ما ينفعش الكمبيوتر يطفي فما بيكونش انتل. اوكي نرجع تاني الكمبيوتر اتعمل للبروجرامنج للبرمجه الشاشات اتعملت للكنترول ان انا اعمل بيها انترفيس مع المكنه اتحكم فيها عن طريقها اتحكم في المكنه. الشاشات في البي ال سي يعني الشاشات اللي موجوده مع البي ال سي انواع في شاشات اسمها تي دي اللي هي تكست ديسبلاي. تكست يعني كتابه يعني اخرها تعمل ديسبلاي للتكست تظهر كلام بس تظهر كلام.
النوع الثاني HMI اللي هي هيومن ماشين انترفيس، اخرها هتقول لك بس تكلمك كده وبكتير قوي قوي تجيب لك رسمه، تجيب لك رسمه وهي شغاله، ممكن ترسم لك اي رسمه على الشاشه. النوع الثاني اسمه سكادا، سوبرفايزري كنترول اند داتا اكويزيشن، يعني من اخر ممكن كمان تجيب لك انيميشن حركات، يعني كلهم ينفع من نفس الابلكيشن. بس عمر ما هجيب الاسكادا عشان اكتب بيها كلام بس، ليه؟ طب ما انا التكست ديسبلاي بربع ربع 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 ثمن الاسكادا، بس بتكتب جمل. يعني ممكن اخليه تكتب لك مثلا ده المنتج الخامس النهارده اللي يخرج من المصنع، حصل اربع مرات ان المصنع وقف، تدخل قيمه التايمر بعد قد ايه يروح مشغل مثلا المكنه الثانيه، في 24 كرتونه خرجوا، وهكذا. ده التكست ديسبلاي. لو كل استخداماتك مسجات بس هي التكست ديسبلاي، تعمل لك لغايه سبع شاشات جوه، يعني تظهر لك سبع شاشات مختلفه، الشاشه بتشيل جملتين كل جمله 20 حرف او جمله واحده 40 حرف. كاين دي التكست ديسبلاي. ال HMI اقدر ادخل بيها ارقام بسهوله، التكست ديسبلاي ينفع بس كلها يعني كلها اب وداون، يعني بالشكل ده كده بالظبط، بدوس اب داون عايز اكتب مثلا